السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في الفيديو ده. هنشوف إزاي نعمل مع بعض التصميم الجميل ده بغرزة الجاكار بألوان مختلفة من الخيوط، تستخدميها في عمل جاكيت من فوق لتحت. هنشوف مع بعض، نبدأ مع بعض التصميم إزاي. في العينة اللي أنا عملتها في الصورة دي، ابتديت من تحت 30 غرزة واشتغلت بالغرزة المرنة 10 أسطر، وجيت في السطر 11 هبدأ التصميم بتاعي ونحط الألوان المختلفة عشان نعمل شكل الجاكار اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما اشتغلنا 10 أسطر بالغرزة المرنة، تشتغلوها كل الغرز مقلوبة أو عدلة، 30 غرزة أهم. وهنبتدي بقى نحط الألوان اللي عندنا، نبتدي نعمل الجاكار بالألوان اللي عندنا، ألوان الخيوط اللي احنا عايزينها، دول 30 غرزة اهي. وهنبتدي بقى 3 غرز، نعمل غرزتين بلون. بعد ما اشتغلت اول غرزتين باول لون يا جماعة، بعد 3 غرز بالابيض عملت غرزتين. انا هكمل واعمل 9 غرز، لان هما 30 غرزة، هعمل 9 غرز باللون الابيض. 2 4 6 7 8 9، 2 4 6 8 9، 9 غرز. واعمل احط خيط جديد اهو، اربطه برضو في الخيط واثبته بغرزة عقدة، واشتغل غرزتين باللون الجديد ده برضو بالغرزة المقلوبة. واحد اثنين باللون جديد، اخده كده، اضبط الخيط واخد الابيض تاني اشتغل بيه، اشتغل 9 غرز. يبقى المسافة بين كل نموذج ونموذج او لون جديد 9 غرز، عشان تبقى تقسيمة الخيوط مظبوطة، الغرز مظبوطة على مسافات. الغرزة دي بس كانت فلتة اهي، واشتغل بالغرزة المقلوبة 9 غرز. 2 4 6 8، دول 6، 2 4 6 7 8 9، واحط لون جديد، اعمل غرزتين بلون جديد وانهي بثلاث غرز عدلين، غرز مقلوبين في الحافة الشمال. احط اللون الجديد اي لون بقى، الوان بواقي خيط عندكو. عندي لون بينك اهو فاتح، هي مشكلة بس في تدخل الخيوط، مش عايزين الخيوط تتدخل ويبقى فيه لخبطة. هو الجاكار كده بالذات لو ألوان كتير ممكن بعد كده هنبقى نقطع. بصوا هدخل لون البينك الفاتح واشتغل غرزتين برضه من ظهر الشغل، واكمل ارجع اكمل بالأبيض تاني 3 غرز اللي على الحافة الشمال بالغرزة المقلوبة. اي وش الشغل، هشتغل نفس الغرزتين بكل لون، هشتغلهم برضو بالغرزة العدلة، والغرز 9 اللي ما بينهم باللون الفاتح بالغرزة العدلة. هنكمل نشتغل 3 غرز بالغرزة اللون الابيض اللي على الحافة الاولى، ونبدل وناخد، نخلي الخيط الابيض كده ونبتدي ناخد الخيط البنك الفاتح ونشتغل غرزتين دول من غرزة العدلة، ونكمل بالخيط الابيض تاني، نشتغل برضو 9 غرز اللي باللون الابيض. جينا للون الجديد اللي حطيناه، نشتغل برضو الغرزتين دول بالغرزة العدلة، نودي ده شمال وناخد اللون البنفسجي ده ونشتغل الغرزتين اللي حطيناهم، ونكمل باللون الأبيض 9 غرز، وهكذا برضو بالغرزة العدلة. ده وش الشغل. جالنا الفوشيا ده
هناخده، ناخد الابيض شمال ونجيب الخيط لسه ثابت معانا، ونشتغل غرزتين الغرزة العدلة من على الوش، ونكمل الغرز التلاتة في الحافة الأخرانية بالخيط الأبيض. نكمل من ظهر التصميم مع بعض في ظهر الشغل ده كده المنظر. هنكمل بقى ونعمل، نبتدي نعمل غرزتين كمان هنا باللون الفوشة، وبعدين فوق الغرز اللي بالفوشة نعمل ابيض، وبعدين الغرزتين اللي بعدهم نعملهم برضو فوشة، نشتغلهم سطرين مرة من على الظهر ومرة من على الوش. نبتدي بقى السطر ده من على ظهر الشغل بعد ما عملنا كل غرزتين باللون مرة من على الظهر ومرة من على الوش. هنبتدي نعمل هنشتغل من على الظهر، وهنبتدي اول غرزة مقلوبة بالابيض، غرزة واحدة بس مقلوبة في الاول، وبعد كده ندخل فوق الغرزتين البيض دول هندخل غرزتين كمان باللون الفوشة ده. شوفوا عشان نعمل التصميم، وفين فوق الغرزتين اللي من قبل كده؟ لا هنعملهم بالابيض. وبعدين نشتغل غرزتين كمان من لون الفش. بعدين نرجع بالابيض تاني. شايفين؟ نكمل بالابيض ونيجي فوق اللون البنفسجي، الغرزتين اللي قبل اللون البنفسجي نعملهم بنفسجي. فوق الغرزتين البنفسجي نعملهم ابيض. بعدين نعمل في البنفسجي كمان غرزتين. ناخد الابيض ونكمل بقية الغرز لغاية ما نوصل للون التالت، نعمل برضو اللي عملناه في اللونين، يبقى كل الالوان الجديدة بنعمل ان يكون التصميم بالطريقة دي. فوق البنك قبل البنك باتنين الابيض نعملهم بنك، وفوق البنك نعمل ابيض، وبعدين بعدهم نعمل غرزتين كمان. هو بنك فاتح مش عارفة شايفينه مش واضح قوي، هنا فوق الاتنين البنك هنعملهم ابيض. فوق الابيض نعمل دول بنك بقى، ونختم باخر غرزة بيضة. نكمل السطر اللي بعد كده بنفس الطريقة الوش. يعتبر ده معنا بداية التصميم، ده السطر الايه الرابع. نبتدي مش هنعمل اي تغيير، الابيض ابيض والبينك بينك وكله زي بعض، بس اودي بس الخيط كده وابتدي اشتغل بالبينك. بعدين اشتغل بالابيض، ارجع اشتغل بالبنك، بعدين اكمل غرزي بالابيض. ناخد البنفسجي واشتغل الغرزتين، ابدل واشتغل بالابيض، اشتغل بنفسجي زي ما هم فيهم، اشتغل بالابيض
تصميم كده اتكون لنا. ابتدى يبان زي ما انتم شايفين كده، ابتدى يوضح. فاضل بقى نفس سطرين فوق هنا، فوق الابيض هيبقوا في سطرين بنفسجي. هنكمل. سطر الظهر نبتدي بقى، هنبتدي نشتغل ابيض فوق البنك، هنا ابيض ابيض وهنا اتنين باللون الفوشيا اقصد او البنك. نكمل خامس سطر يعتبر ده في التصميم، في الظهر هنبتدي بقى فوق ده، فوق الاتنين دول نشتغل ابيض. وفوق الابيض نشتغل بالفوشيا او اللبين كده، نعمل غرزتين. نبتدي هنا نبدل، نشتغل فوق ابيض ونكمل بقى. نفس الطريقة هنا نبدل من أبيض. وفوق الأبيض نحط البنفسجي، فوق البنفسجي أبيض. يعتبر اخر سطر ده في التصميم. هنشتغله بقى زي ما هو في الوش، ابيض هنا فوق الاتنين بينك نعملهم بينك، وهنا فوقيهم نفس اللون، هكذا. نبتدي اخر سطر كده، جربتوا تشتغلوا بالطريقه دي يا جماعه، يبقى الخيط على صابعكم الشمال كده، سهله برضو الطريقه دي. هنا برضو فوق البنفسجي هشتغلهم بنفسجي، بودي بس الخيط الابيض برضو ناحيه الشمال، باخد البنفسجي اشتغل غرزتين، يعني بشتغلهم من الظهر ومن الوش. هبدل بقى واشتغل، هكمل بالابيض. هنا فوق الفوشة ابدل، اشتغلهم الفوشة. نكمل بقى السطر، سادس سطر كده في التصميم خلص. هما 6 اسطر، يبقى بنشتغل 10 اسطر بالغرزة المرنة و6 اسطر عشان نعمل التصميم بتاعنا، ونرجع تاني بقى نشتغل ال10 اسطر دول. يعني نبتدي هنا نبتدي نشتغل مقلوب، كل الاسطر بنشتغلها مقلوبة 10 اسطر عشان نعمل فاصل ما بين الجزء اللي فيه التصميم ده.
رايحين جايين 10 اسطر بالغرزه المقلوبه، وممكن تعملوها بالغرزه العاديه رايحين جايين، فهيدوكوا الغرزه المرنه. خلصوا موريكوا شكل التصميم. كملت في الدرس المقلوب وجيت الوش برضو هعمله مقلوب، وهكذا زي ما بقول لكم 10 اسطر عشان يعمل لي الفاصل اللي زي ده. كده عملت كمان العشر اسطر بالغرزه المرنه زي ما انتم شايفين الجزء ده، وهنبتدي ندخل برضو ونعمل الاشكال بتاعتنا دي الجوكار، ولكن هيبقى ترتيب مختلف. هنعمل في النص هنا واحده وفي النص ده هنا واحده، يعني بعد كام غرزه هنبتدي 9 غرز، بعد 9 غرز نبتدي نعمل غرزتين حسب الخيط اللي عندنا، بقى نبتدي نعمل الشكل اللي احنا عملناه هنا تاني 2 4 6 8 9، وابتدي اشتغل غرزتين دول باللون الجديد اللي عندي حسب الالوان اللي انا بختارها، واسيب 9 تاني 2 4 6 8 9، واحط غرزتين جداد واكرر الجزء اللي انا عملته هنا على 6 اسطر كان، واكرر تاني 10 اسطر بالغرزة المرنة زي ما انتم شايفين كده. وبيكون ده التصميم بتاعنا بالشكل ده. يارب تكون عجبكم الفيديو وتنفذوا غرزة الشكار الجميلة دي اللي بتتعمل، هتتعمل يا اما بالعرض كده واحنا طالعين، يا اما ممكن نشتغلها بالطول بالعكس كده طول الجاكيت